ايه ده، هو بيديك بالقفا عادي؟ جيب الطوبه واديها له في نفخه. هو انت مش حاجبك صغير شويه؟ اصل الطوبه اللي انت ماسكها كبيره، طلع حجمها صغير، دي ما اثرتش عليه. اجري يلا اجري، ده باين عليها عيش روحك. اجري، نهارك ابيض. هتحشي ايه؟ كده؟ ما مش كفايه حشو بقى، انت حطيت كيلو كبده في السندوتش. سندوتش الكبده ده ب 20 جنيه؟ يا عم اقسم بالله لو كلب بوليسي كان هيبقى اغلى من كده. 20 جنيه ليه؟ ايه؟ كبده فيران؟ يا نهاركو ازرق. هو انت ايه علاقه انك زومبي بانك تاكل خضار؟ وبعدين انت عامل في نفسك كده، انت فاكر ان انت كده زومبي يعني؟ الزومبي يا ابني بياكلوا اللحم البشر. قاعد بتاكل في خاصه وفي ذره. يا ابني الزومبي بياكل ايد، بياكل رقبه، بياكل دماغ. انما انت كده راجل عامل دايت وبيلعب جيم، اديله فوق دماغه. انا طول عمري بشوف الزومبي بياكل لحم بشر، انما اول مره اشوف زومبي بياكل خضار وسلطه. الله، انتوا بتتكلموا بجد؟ يعني انتوا بتجيبوا قلبة مزيل عرب بعد لما تفضى وتحطوا فيها الزبده؟ طب وايه لازمتها؟ ما دي ملهاش اي 30 لازمه. طب ما انت ممكن تجيبوا علبه الزبده وتفتحوها بس سنه وتغرقوا وتمليصوا براحتكم. انما علبه مزيل عرق لمزيل العرق، انما مش للزبده. عايزين تخالفوا شرع ربنا ولا ايه؟ علمهم وانا علمهم بدل ما هم هيودونا في داهيه كده. هو انت بتكحكحي كده ليه؟ عندك برد ياما؟ بقفل اللي جنبك ده ما يقوم يجيب لك منديل ولا اي حاجه. قوم هات لها علاج ولا منديل بدل ما هي قاعده بتكحكح كده. اه يا خسيسه يا خبيثه، انت قاعده بتكحكح عشان ما اسمعش صوت الشيبسي اللي جنبك؟ قاعده بتكحكح عشان ما اسمعش صوت الكنز اللي معاكي؟ خبيثه خسيسه. يا نهار ابوكي ازرق، انت تفيت الكنز في وشه. زمانه معروف بسبب اللي انت عملتيه فيه. هنجيب بطاطسايه وهنفتح امها، نحط زبده ونحط جبنه وملح ونقعد نقلب في البطاطسايه. بعدين بقى ندلع البطاطسايه، هنحط سوسيس متقطع وزيتون وذره. اوعى ننسى الصوصات، كاتشب ومايونيز. وكده هتاكل احسن بطاطسايه في حياتك كلها. هما حقهم يخافوا ياما، انت مش شايفه قاعده بتقطعي في ايه؟ ما هو باين عليه حقيقه مش كيكه، ده انت قطعت مصارين امه. انت عارفه لو قطعت الشاحن بتاع التليفون بتاعي انا هعمل فيك ايه؟ هعمل فيك زي ما هي بتعمل في الكلب ده بالظبط. ما تجيب لنا حته، عايزين ناكل انا والناس اللي بتعمل لنا لايكات وكومنتات واشتراكات. حتى بص بيعملوا لنا ازاي يا عيني، دول اخدوا الصدمه. انزلي. ايه يا حبيبي، هي سخنه ولا ايه؟ خايف لا تلسعك؟ ما تسيبها على النار، انت لسه ما طبختهاش. اقلبها بقى للجنب التاني. هتاكلها مع ايه النهارده، رز ولا مكرونه؟ اندومي، انت جيت على نقطه ضعفنا. اديك طبخت الاندومي وحطيت بقى الصوصات والبهارات وروقت على الاندومي خالص، ونزلت بالاخطبوط اللي احنا جبناه وطبخناه. شوف، انا رغم ان انا مش قاعد معاك بس ريحه واصلالي لحد عندي، طعمها حلو على كده. طب ايه؟ طيب مش هترمي لنا حاجه في بقنا؟ احنا جعانين عايزين ناكل. ده انت نسفت الطبق، الله اكبر، شفاطه بتشفط. تسيب لنا حاجه يا اخي، ليه بترمي الاكل في الزباله يا ليفه يا رمه يا جيفه؟ ما انت عندك في ناس فقيره ممكن تديهم الاكل ده يا اخي. ما الموضوع سهل بكل بساطه، هتجيب اطباق صغيره وتحط فيه الاكل وتروح تديه للناس الفقيره. شايف الولا والبت عملوا ايه؟ جابوا كميه كبيره من الاكل ما كانش ليها لازمه معاهم وطبخوها وحطوها في اطباق صغيره واخدوها ووزعوها للناس الفقيره المحتاجه. استغلوا الاكل اللي معاهم صح. مش شبهك يا ليفه يا جيفه، جبت الاكل ورميته في الزباله ليه؟ ما دي نعمه يا ليفه يا جيفه.
انت عندك عضلات وكل حاجة، بس العضلات مش هتخليك تعرف تفتح الكنز كده، لان العضلات مش كل حاجة. يا نهار ازرق، دي العضلات فعلا طلعت كل حاجة. انت بتعمل ايه انت كمان؟ انت فاكر نفسك سوبر مان هتعرف تفتح الكنز كده؟ ابكار تعالى علمه والنبي. بص يا حبيبي، الكنز بيتجاب عادي وفي غطا من فوق بيتشد بس كده. بص اتفتح ازاي، الموضوع بسيط وسهل. انما تعمل لي زجاج المعضل وكان ماسك لك الكنز وانفتحه لك كده، قطعه لك كده من فوق. ايه يا عم، ايه اللي هو عمله ده يا عم؟ انا هكذا مش في غطا فوق بنفتح منه؟ عايز تخلفه شعر ربنا؟ هو قاعد ضلع في عربيتك كده ليه؟ اديله فوق دماغه. استنى استنى يا عم، ده معضل عنده عضلات وقلة أدب، ده ممكن يشلوحك. ده عامل نفسك مرمي على الأرض ومضروب أنت كمان، عامل نفسك مضروب أنت كمان. يلا بسرعة 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 قبل ما ياخد باله ويديك علقة فوق دماغك. هو مين اللي ضربكم؟ والله العظيم ما نعرف حاجة، أنت مضروب وهو مضروب، دوروا على اللي ضربكم. اتكل بقى على الله، وأنت خد عربيتك وامشي، ما تخليش حد يلعب في عربيتك تاني. ده عربيتك ما شاء الله تسوى 10 مليون جنيه باي. بس الحمد لله ان هو ما خدش باله، لكن اخد باله وحياة امي كان عمل منه عجينة بيتزا من اللي كان هيعمله فيه. انت بتطبخ الاكل فين؟ الله يخرب بيت امك، مش كده في اختراع اسمه طابع تطبخ فيه الاكل؟ اديك حطيت الزيت والبيض، مش المفروض البتاع ده بيستخدموه في البنا؟ انت بتستعمله تحط في الاكل. اديك قطعت الطماطم والسلطه وعملت شويه بيض بالسلطه، انما ايه؟ وعلى كده بقى انت هتاكله ازاي وهو محطوط في البتاع ده؟ طب هات طيب طبق حط فيه البيض. ايه القماط بتجن من القليل؟ ما بسبب اللي انتوا بتعملوه. هو ايه البتاع اللي حضرتك بتاكله ده؟ عباره عن ايه؟ الواحد مش عارف انت بتاكل ايه، بس ما علينا، هتجيب ايه كمان؟ تمام، دي معروفه، دي لحمه. يعني انت جايب كل ده عشان تعمل بيه الاندومي؟ يا ابني ده احنا عندنا بنجيب كيس الاندومي واخيرا نحط فيه كيس البهارات، انما ما كناش متوقعين انك ممكن تجيب كل ده عشان خاطر بس اندومي. ده انت كبرت الموضوع قوي وحطيت جبنه وجوعت على نفسك. غطي بقى الحله وسيبها لمده ربع ساعه. جامد جدا. طب ايه، انت هتاكل لوحدك؟ ما تأكلني معاك انا والناس اللي بتعمل لها لايكات وكومنتات واشتراكات. حتى بص بص بيعملوا لنا ازاي، عايزين ندوق بدل ما انت قاعد بتاكل لوحدك كده. المفروض كان في ولد وبنت النهارده فرحهم، فكانوا طالبين تورته على شكل قلب. فالراجل الطباخ اللي قدامنا ده جاب كيكه مدوره وكان عاملها ليهم، بس ما كانش يعرف انهم عاوزين تورته على شكل قلب، وبدل ما يخليها مدورة خلاها على شكل قلب ويزوقها من فوق، وزي ما انتوا شايفين عمل وردة وبدأ يكبر فيها لحد ما خلى القلب كله على شكل وردة من فوق، وعمل حتة كيكة شكلها تحفة واخدوها في فرحهم عشان ياكلوا منها. الراجل جهزها وهم اخدوها عشان فرحهم، وبدأوا ان هما ياكلوا منها في الفرح وهم بيتجوزوا.